على طول يا بنات شعرات. اوكي خلاص قاعده اشتغل باللون البني، هسويها شعرات بس بسوي شوي مرتفع، تمام، كسره من فوق عشان ما تقولوا بالمره بعدتي عن العين. بدات انزل يعني ادركت، جتني لحظه ادراك متاخره شوي. اوكي عشان البنات بعضهم تقول يعني مره طيرتي. طول عندي اذا بديت اسجل جاء واو واو، يعني ايش بيقول يعني ما مليته، ما مليتي بصوت الهام فضانة، ما مليته. ملينا خلاص. خلاص ما ادري انا، حتى الكلام صار العربي ما يطلع معي. هذا هو تمام، اللي هو كذا على برتقالي كلون انتقالي، باخذ هذا اللون كلون انتقالي، شايفين؟ الان باخذ لون كذا بني خلاص على برتقالي، بني برتقالي. فايش بسوي؟ باخذ لمسه من هذا البرتقالي، تمام، باخذ شويه منه، شايفين، وباخذ معاه اللون البني هذا، تمام، البني هذا خلاص. فراح ارسم لها اللي هو الكاتكريس. الكاتكريس عباره عن خط بيكون فوق الطبطينه تماما، فوق الجفن اللي هو ثابت معايا، تمام. راح اسوي زي كذا قوس، وقبل ما اوصل لعند العين من هنا، وممكن برضو في اللي هو كاتكريس ثاني اللي هو عباره عن حاجه زي مسحوبه، شايفين اللي هو الان ايش بسوي؟ راح اسوي بس في تدريجه كثير بسيطه. ايش راح اختار هذه الفرشه، شايفين، لاني بدرج في مكان يعني صغير، خلاص خالي، شايفين خلاص. وين ادرج؟ فوق اللون نفسه، شايفين، او فوق الخط اللي انا سويته، بدرج تدريج خفيف يعني مش كتير، تمام. هنا خاصه يعني في البدايه لا، بس هدرج هنا اللي هو في النهايه، ماشي. نظفي فرشتك. أنا بدمج أنا فرشة نظيفة. فهو إيش اللي حيصير معايا دلوقتي؟ إنه الفرشة اللي نظيفة اللي معايا حتبدأ تسيح اللون اللي تحتها، فهمتوا؟ حابة أأكد، بأكد في المكان اللي محتاج تأكيد اللي هو من هنا، شايفين؟ أأكد ما فيها زيادة، بمشي بس هنا، شايفين؟ على الحواف. ايلاينر ما اختلفنا فيه، اذا عيونها هي مبطنه حتسويه كيف؟ بيكون ايلاينر مفتوح، عفوا مموه، اوكي؟ وايدك يا عمري. خلاص اذا هي لا عادي يعني عيونها، فبتسوي لها ايلاينر اللي هي تبغاه. خلاص يا بنات؟ انها تمام؟ يعني كانك مسويه بوزه. خلاص؟ بعدين ايش تسوي؟ تاخذي من اللون البني وترجعي بهالشكل. شفتوا يا بنات؟ تمام؟ الان يا بنات في النص لازم يكون اللون اللي احطه لون فاتح فيه شمر. باخذ شويه من اللون هذا، تمام؟ خلاص؟ بخلط معاه ممكن شوي من هذا. بخلط مع هذا، انا اشوفه ما احب ارتبط للامانه في الوان محدده، يعني دايما اقعد ادمج اخبص الدنيا، ما عليك بيطلع الميك اب حلو. اللون اللي انا حطيته فوق اللي هو البني، تمام، راح اجي شوفوا من بدايه عينها من هنا، بترك الربع البدايه، بجي من هنا ترسمي زي كذا، خلاص شايفين خط، وبعدين بمشي. خلاص شوفوا كيف تمشي خط زي تقريبا مستقيم، يعني يا دوب ماخذ من تدويرة عينها او شكل عينها شوية بسيطة، شايفين بهالشكل. شايفين كيف يا بنات؟ الان في النهاية ما راح اوصله لا للاخير، لا بحاول اني شوي امده. شوفوا كيف؟ انا بعده شوي عن خط رموشها، شفتوا كيف؟ بس ايش احاول امده لها شوي عشان ايش اعطيها توسيع للعين. شفتوا كيف؟ اقول لكم انه مره غلط كبير انه انت
على طول، بس مجرد انه خلاص ما صرتي عارفه تسوي لوك لوكين تحسبي ان انت قادره تمسكي عرايس. لا، العرايس بالذات وخروا عنهم، يعني اشتغلي عادي في زميلاتك، مناسبات عاديه اوكي، بس عرايس لا، ما انصح ابدا. خلاص ابغى احط لها هنا شوي ابيض تمام زي الخط، بعدين تمشي جوا عينها ابيض وتطلعي ابيض في المكان الفاضي تمام بالشكل. شايفين يا بنات؟ بنات انا هنا مركزة في الرسمة فما ادري ايش تكتبوا. خلاص طبعا البوزة وين بتكون؟ بتكون فوق الخط الابيض اللي انا رسمته من هنا، وفوق الخط البني او تحت الخط البني اللي انا رسمته من هنا بالشكل. خلاص عادي بتسوي لها اي لاينر، ما في عندك اي مشاكل. زي ما قلنا اللوك هذا اللي هو اللوك للعيون الصغيرة اذا انا حابة اني اوسعها، وكمان اللوك هذا للعيون الناعسة حلو لانه بيسحبها بيعطيها سحبة، كمان لا اللي هو لا اله الا الله العيون الاسيوية يمشي عليها، وكمان العيون المبطنة برضو يمشي عليها تمام. حلو. لا طلع اللي هو بمشي الرموش على خط ال تمام. خلاص انا حطيت كذا كميه، ما اني جبت العيد يعني كثرت بس مو مشكله. خلاص الحين عاد اعيش حياتي معاكم، اسولف، ممكن اطلع اتعشى. الله يسلمك يا رب حبيبتي اهل الجزائر، الله يسعدكم يا رب. لازم تنتظري لما ينشف تماما، ينشف تماما، مو على طول كذا اجي احط، اذا جيت تحطي كذا ما راح يلصق معاكي، فبقعد ينزل الجهه اللي تحطيه فيها بينزل، اوكي؟ فانا لا لازم استنى لما ينشف ويتغير لونه. يا بنات شايفين انتم لونه الان كيف؟ رصاصي. اذا بدا ينشف يصير لونه اسود. تمام؟ تقريبا 3 دقائق 4 دقائق لما ينشف معايا. فالمهم انت استني ما تخافي اذا نشف، يعني ما تقولي لا خلاص نشف ما راح يتركب، لا هو على طول بيلصق. يعني انت الحين اللي في قناتي في اليوتيوب ولا غير؟ لسه ما نشف، شفتوا كيف؟ شوفوا يا بنات بدا ينشف من هنا، شايفين الجزء اللي هنا صار اسود، هذا لسه باقي لانه طبعا انا كثرت اصلا لما حطيت. خلاص فبنحاول شفتوا كيف على طول لصق تمام. بس هذا الموضوع شفتوا كيف ما اسهل، لانه زي ما قلت نشف صار ستيكي معايا، ولا محتاج اقعد اثبت ولا شيء. لكن لو انه اول ما حطيته جيت الصق بيحوس معي الدنيا. فدايما نكون شيء وسط، احنا امه وسط اصلا، فهمتوا يا بنات؟ دائما ما تفكري في الربح، ما تفكري في الربح ابدا، رزقك جايك جايك، بس دائما انا افكر اني ابني سمعه حلوه عند الناس، وان الناس يحبوني ويشوفوا شغلي ما شاء الله تبارك الله، بعدها صدقيني هم نفسهم ما راح يستخسروا فيكي اصلا. يعني تلاقيها حتى لو انت بتقولي لها مثلا 100 بتقولك لا والله 200 على شغلك وعلى مثلا تعاملنا معاكي، كثير يمدحونك ما شاء الله تبارك الله، يعني والحياة بتمشي.